لكن يعمون عن ذلك. هو يحتاج الأكل، إذن هذا نقص. هو يحتاج الشراب، إذن هذا نقص. هو يحتاج أن يذهب إلى دورات الخلاء أكرمكم الله، هذا نقص. هو يمرض، هذا نقص. هو لا ينام، هذا نقص. إذن كيف يعبد؟ وما قدر الله حق قدره. طيب، والظاهر الذي ماذا؟ فليس فوق الله عز وجل شيء، لأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات والأرض، مستو على عرشه، بائن من خلقه. وأما اسم القديم فلم يرد في الكتاب والسنة في ذلك. قال الله عز وجل، طبعا القديم يقول أهل العلم لا يفيد التقدم، إلا أنه ماذا؟ لا يفيد التقدم على كل شيء، إنما يتقدم ماذا؟ التقدم نسبيا في هذا الشيء. قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. يسمى العرجون إذا وجد ماذا؟ العرجون الجديد، لكن ليس متقدما على كل شيء في هذا الشيء. نعم، اقرأ. قال رحمه الله لا يفنى ولا يبيد. قال لا يفنى ولا يبيد، فهو الباقي سبحانه وتعالى، لم يزل سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه شيء. الذي يفنى ويبيد أنا وأنت، الفناء لي وأنا وأنت بالموت، الفناء لي وأنا وأنت بالغياب، الفناء لي أنا بذهاب العقل. إذن الفناء والعبادة للمخلوق، والله جل وعلا لا يفنى ولا يبيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا الفناء والبيت متقاربان، فهو تأكيد ماذا؟ للأول في هذا الشيء. طيب، اسم الله عز وجل، اسم الله جل وعلا الأول، واسمه الآخر، وهو الحي القيوم في هذا الشيء. فربنا جل وعلا له الكمال المطلق، لا يفنى ولا يبيد. وإنما الجن والإنس هم ماذا؟ من يبيد ومن يفنى في ذلك، ويمرض ويضعف. نعم. وقال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إثبات الإرادة. كل شيء في الموجودات ماذا؟ من الأعيان والذوات والصفات والأفعال، فالله سبحانه وتعالى أراد وجوده، لأنه لا يكون في ملكه شيء ما لا يريده أبدا. هذا أنا وأنت في ملكي الذي في البيت، قد يكون في شيء لا أريده، لكن الله جل وعلا ولله المثل الأعلى لا يكون في ذلك. أراد المصنف رحمه الله الرد على القدرية المعتزلة الذين يقول إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده، هم يقولون يقع في ملك الله شيء لا يريده، لذلك يقولون إن الله أراد الإيمان من الناس، ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر، والمعصية والكفر وقع دون إرادة الله جل وعلا، ووقعت المعصية دون إرادة الله جل وعلا. فألزمهم أهل السنة والجماعة إذن يكون في ملك الله شيء لا يريده، هذا ما يكون. وهذا كذلك يلزم يقول أهل العلم التنقص لله جل وعلا، وأنه يقع في ملكه ما لا يريده. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، لكن لا يريدها ماذا؟ دينا وشرعا، محبة لا يريدها، تقع كونا وشرعا أراد الله عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لذلك خلق إبليس، خلق النار وهي تحرق، خلق إبليس كونا وقدرا في هذا الشيء، لكنها لا تكون إرادة شرعية في هذا. فالإرادة الشرعية هي المحببة لله عز وجل ويرضاها في ذلك.
لذلك يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية خلقية، ألا له الأمر والخلق، وهذه ترادف المشيئة يقول أهل العلم، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، ولا يتخلف المراد، جميع ما في الكون يقع بإرادة الكونية، بالإرادة الكونية، وهي قول وهي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن. من أدلة الإرادة الكونية قول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما. هذه إرادة كونية قدرية، من أراد الله عز وجل هداية للإسلام شرح صدره، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الإسلام حتى الممات. ومن أراد أن يضله جعل هذا الصدر ضيقا حرجا. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: فمن يرد الله، قول الله عز وجل: ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. وقول نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغفر، هو ربكم وإليه ترجعون. هذه الإرادة الكونية القدرية الخلقية. النوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي متضمنة للمحبة والإرادة، وهي المذكورة في قول المسلمين، في قول الناس ماذا يقولون: هذا يفعل ما لا يريده الله، وهذا يفعل ما أراده الله. ومن أدلتهم: يريد الله بكم اليسر، وقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ماذا؟ ليطهركم، وليتم ماذا؟ نعمته عليكم لعلكم ماذا؟ تشكرون. ولذلك الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم، دخلك النوم، بدأ معك النوم وأنت أمامي، ذهب النوم ولا ما جاء. طيب إن شاء الله غدا أنا سأبحث في إن شاء الله في السوق، سأتي بمسدس الماء هذا، تعرفوه؟ جيد، سأتي به إن شاء الله، والنائم سيأخذ. طيب أما المعتزلة والقدرية، ما عندهم إلا إرادة واحدة، وهي الإرادة الدينية الشرعية، وعموم وعموا ماذا؟ عموا ماذا؟ عن الإرادة الكونية، عموا عن الإرادة الكونية، فضلوا عن السبيل. إذن عندهم الإرادة الشرعية فقط. والجبرية من الجهمية والأشاعرة ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الكونية. إذن المعتزلة عندهم الإرادة ماذا؟ الشرعية. والجبرية عندهم ماذا؟ الإرادة الكونية. وأهل السنة عندهم الكونية والشرعية. نعم اقرأ. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام. قال: لا تبلغه الأوهام، الظن جمع وهم وهو الظن، والأفهام هو جمع فهم وماذا؟ وهو العلم. فالله تعالى لا يحيط به العباد أبدا. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى لكماله وعظمته لا يحيط به العباد، هم يعلمونه سبحانه وتعالى لكن لا يحيطون علما، قيامة لكن لا يمكن ماذا؟ لا يكون هذا، لا تكون الرؤية عن إحاطة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء في هذا الشيء، ولكونهم لا يحيطون به علما فلا يعلمون كنهه سبحانه وتعالى وحقيقته
سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام. الأنام هم الناس. الأنام هم الناس. والأرض وضعها للأنام. أي أن الله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، بدلالة قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. أراد المصنف هنا رحمه الله الرد على المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه، فيقولون علم الله كعلم المخلوقين، وقدرة الله كقدرة المخلوقين، وسمع الله كسمع المخلوقين، وهكذا. وهذا مذهب المشبهة الغالية من الرافضة ومن غيرهم. وأول من قال بذلك هشام بن الحكم الرافضي، وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة، وكان يقول تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: إن الله على صورة الإنسان. مذهبهم هؤلاء الإثبات، الغلو في الإثبات، الغلو في الإثبات، حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله عز وجل وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. فأثبتوا أن الله يرى في الدنيا بالأبصار. والله عز وجل لما طلب موسى ماذا قال الله عز وجل؟ لن ترى. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. طيب، وقالوا بأن الله عز وجل ينزل عشية عرفة على جمل، وأنه يندم ويبكي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. شابه اليهود بذلك. وهؤلاء ما قدر الله حق قدره. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء حبر، وفي رواية جاء رجل من أهل الكتاب، وفي رواية جاء هي ثلاث الفاظ: جاء رجل، وجاء رجل من أهل الكتاب، وجاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، يا أبا القاسم، أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول هذا الحبر، الحبر، الحبر تصديقا لقوله. ثم قرأ عن هذا الحبر وعن اليهود: أنتم تعلمون هذا، وهذا الذي نزل في التوراة عن موسى عليه الصلاة والسلام، تعلمون ذلك، لكن شبحتم الله بخلقه. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي هؤلاء لما قالوا وقالت اليهود عزير بن الله، فشبهوا حتى أنه في التلمود شبه الله عز وجل بأشياء لا يستطيع أحد أن يذكرها في ذلك. وهذا مخالف لما عليه ماذا؟ التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. والتشبيه مذهب باطل. قال الله جل وعلا: ما اسمك؟
قم. الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأتيك وحي. ما اسمك؟ ها؟ فاروق. استمع، المحاضرة القادمة لن يأتي أحد في الأمام، سيذهبون في الخلف النائمون. لماذا؟ هربا من السؤال، فينام في الخلف يقول أنا أنام أفضل لي. طيب، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن شاء الله فيه جوائز لمن انتبه، وعددها قليل جدا، ولا تكون إلا لمن ماذا انتبه للدرس، سواء عندي أو عند الدكتور صالح. طيب، قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، وقال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، صدق، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. تجحد ما لله من أسماء وصفات تكفر، تشبه الله عز وجل بالخلق تكفر، لأنك كذبت القرآن في ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، لا يمكن. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يمكن أن تشابه اليد يد المخلوق أبدا. لماذا؟ ليس كمثله شيء. وهذا يتبين على أن المشبهة ماذا؟ كفار، وأن الذين غلوا في التشبيه كفار والعياذ بالله. طيب اقرأ. فقال رحمه الله خالق بلا حاجة، خالق نعم، رازق بلا مؤنة. طيب مؤنة بلا مؤنة. طيب فمن أسمائه ماذا؟ الخالق، ومن أسمائه الرازق. هو خالق بلا حاجة، يخلق بلا حاجة. لماذا؟ لأنه كامل، الله عز وجل كامل لا يحتاج خلقه في ذلك، هو الغني. رازق بلا مؤونة، أي بلا ثقل ولا كفل ولا مشقة، هنا بلا مؤونة، وكذلك بلا مؤونة في النسخة الثانية. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس يعبدون. قال الله بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن، إن الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. طيب، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ماذا ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن آخر أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. لا إله إلا الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
إلا كما ينقص المخيط ماذا إذا دخل البحر. أنت إذا أخذت هذه الإبرة ووضعتها في البحر ما الذي تحمل؟ ولا شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن. لذلك تأمل قول الله جل وعلا في هذا الشيء. ما الذي أضحكك أنت؟ ما الذي أضحكك؟ قم وأنت قم. قم أنت. نحن ما أضحككم. اسمح. طيب هذا الحديث، تأمل هذا الحديث في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. لذلك كان أبو سعيد الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتين تعظيما لله جل وعلا، وهو حديث قدسي. طيب نعم. ثم قال رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. مميت ماذا؟ بلا مخافة. من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت، يميت من شاء من خلقه بلا مخافة، لأنه ليس أحد فوق الله عز وجل في هذا الشيء. لذلك الله عز وجل لما أهلك قوم ثمود قال الله عز وجل فدمدم عليهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. باعث، وهذا في دلالة على ماذا؟ البعث. زعم الذين كفروا أن لن قل بلى وربي، وهذا دليل على البعث. البعث وأنه يبعث ماذا؟ يعيد هذه الأرواح ويعيد هذه الأجساد بعد إماتتها، وذلك عندما يأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فتعود جميع الأرواح هذه ويقوم الناس لرب العالمين. وسيأتي مبعث مسألة البعث إن شاء الله. البعث آت آت، من أنكر البعث فقد كفر. وأول البعث موتك، أول البعث موتك. ستدخل في حياة أخرى وهي الحياة البرزخية، ثم بعد ذلك الحياة الأبدية. طيب اقرأ. ثم قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه الملاحظة الثانية التي تتعلق بتسلسل الحوادث، فانتبهوا معي. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها ولم يكن فاقدا لشيء منها أبدا في وقت من الأوقات، ومتصف بها قبل خلقه وبعد خلقه، متصفا بهذه الصفات قبل خلقه وبعد خلقه سبحانه وتعالى. الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات التي لا تنفك عن الله جل وعلا كالحياة والبصر والسمع والعلم، لا ينفك، والقدرة وغير ذلك. صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة كالنزول والاستواء والإحياء والإماتة والقبض وغير ذلك. يقول علماء هي قديمة النوع حادثة الأحاد، هذه صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفعال، قديمة وإن كانت حادثة، قديمة وإن كانت حادثة. مثال الكلام، الكلام قديم لله جل وعلا، كلام قديم، صفة قديم لله عز وجل، قديم لله عز وجل. نوع الكلام قديم لكن أفعاله ماذا؟ حادثة. فالله تعالى يكلم رسله ويكلم الناس يوم القيامة، إذن حادث مع أنه قديم. طيب ويكلم ماذا؟
آدم عليه السلام وكلم آدم ويكلمه كذلك يوم القيامة ويكلم أهل الجنة. فالرب لم يزل متصفا بصفاته ولم تحدث له صفة من الصفات بعد خلقه، يعني لم يحدث له بعد الخلق حدثت له، قبل الخلق لم تحدث له، لا لم يكن هذلك، بل كان متصفا ربنا جل وعلا بصفات بصفة الكمال أزلا وأبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال ولا يمكن أن يكون فاقدا لها قبل في وقت من الأوقات، لأنها تعتبر نقص في هذا الشيء، لو فقدها اعتبرت نقص، ولا يمكن أن يتصف الله عز وجل بصفات النقص، فلم يزل يفعل ويخلق ويخلق بعد خلقه، لأن نوع الحوادث دائمة في الماضي، نوع الحوادث دائمة كما أنها دائمة في المستقبل، دائمة نوع الحوادث في الماضي كما أنها دائمة في المستقبل، وهذا ما يسمى بتسلسل الحوادث في الماضي، وسيأتي التفصيل عند ماذا؟ لا بد من ذكر أقوال المخالفين في هذا الشيء حتى تتضح الصورة في هذا الشيء. ولكن كل فرد من أفراد هذه الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدم، يعني الإنسان الآن مسبوق بعدم، الإنسان الآن أنت مسبوق بعدم، لم تكن شيء مذكورا، قال الله عز وجل في مقدمة سورة ماذا؟ الإنسان ماذا قال؟ حين من الدهر لم يكن مشكورا، لم يكن شيء مذكورا في ذلك، فهو مسبوق بالعدم، كائن بعد أن لم يكن، وليس لها من نفسها وجود، يعني الإنسان أو عدم، بل الله أوجدها، والله الذي خلق، والله الذي يميت. أراد المصنف هنا رحمه الله الرد على أهل الكلام مثل الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة الذين ماذا قالوا؟ انظر، قالوا إن صفات الأفعال كانت ممتنعة عن الرب سبحانه وتعالى، فقالوا كان الرب لا يتكلم ولا يفعل، تعالى الله عن قول علوا كبيرا، يعني هناك يكونون فترة زمن كان الرب لا يتكلم ولا يفعل، بل قالوا إن الكلام ممتنع عن الرب، ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكنا، يعني يقولون كان الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم ثم ولا يفعل ثم تكلم وفعل. طيب هنا الإمكان معناه القدرة، الإمكان معناه القدرة على الشيء، والامتناع معناه عدم الإمكان. طيب هذا من أبطل الباطل، كم باقي عن المحاضرة؟ كم باقي عن المحاضرة؟ كم باقي عن المحاضرة؟ ساعة إلا ربع. ساعة إلا ربع؟ طيب ثم وافقهم كذلك الكلابية في هذا الشيء، وكذلك أبو الحسن الأشعري في أن صفات الأفعال كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة. طيب أما مذهب الفلاسفة فناقضوا ذلك والعياذ بالله، ومذهب ابن سينا أرسطو وغيرهم من هؤلاء، فقالوا إن المخلوقات والحوادث كانت مقارنة لله جل وعلا، ملازمة له في الأبد، في الأزل والأبد، فلم يثبتوا أن الله هو الأول، لم يثبتوا، وإنما قالوا إن هذه المخلوقات قديمة بقدم الله جل وعلا، تعالى الله عن قول علوا كبيرا، فلم يثبتوا اسم الأول لله جل وعلا الذي ليس قبله، من قال ليس قبله شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،
المخلوقات مقارنا له في الزمان، يعني مقارنة لله جل وعلا في الزمان. قالوا لا يستطيع الانفكاك عنها، ليست مخلوقة قالوا باختياره وإرادته، بل هي لازمة له أزلا وأبدا. وهؤلاء كلهم ناقضوا الآيات وناقضوا نص الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هو الأول، الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأولية بنفي تقدم الشيء عليه، يعني لا يتقدم الله عز وجل شيء. وفسر الآخر ماذا؟ بنفي أن يكون بعده شيء. وفسر الظاهر بأن يكون فوقه شيء، بنفي أن يكون فوقه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك، وأنت الآخر فليس، وأنت الظاهر فليس، وأنت الباطن فليس. هنا فائدة يقول أهل العلم، فائدة لها أهمية، وهي في بيان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة في إنكار علو الله جل وعلا. هذا الإنكار هو مماثل لإنكار الفلاسفة. الفلاسفة أنكروا القدم لله تعالى، أن تقدم الله عز وجل، أن أنكروا تقدم الله عز وجل في الزمان، وهؤلاء أنكروا تقدم الله عز وجل في المكان. فيقول العلماء ما الفرق بين كفركم وكفر الفلاسفة؟ الفلاسفة أنكروا تقدم الله عز وجل في الزمان، وأنتم أنكرتم تقدم الله عز وجل في المكان، فكفر هؤلاء وكفر هؤلاء الجهمية. طيب أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله جل وعلا لم يزل متكلما ولم يزل فاعلا إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأن الرب فعال في ذلك. قال الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال الله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد، وقال فعال لما يريد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ ولو جئنا بمثله مددا. وقال في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ماذا أبحر ما نفذت كلمة إن الله عزيز حكيم. فهذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن الرب فعال، وكل حي فعال، والفعل صفة كمال، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال. الحوادث يقول العلماء معنى الحوادث، لما يقول تسلسل الحوادث ما معنى الحوادث؟ الحوادث هي المخلوقات، النبات، الإنسان، الأشجار، الطيور، الحيوانات وغير ذلك، إلى غير هذه المخلوقات، إلى غيرها. هذه تسمى ماذا؟ حوادث. هذه الحوادث متسلسلة. هنا أهل السنة والجماعة قالوا الحوادث متسلسلة، ما معناها؟ أي مستمرة في الماضي، مستمرة في الماضي، بمعنى أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل. يعني لا نقول أن الله عز وجل خلقت بدأ خلق في يوم كذا أو كذا، لا، بل لم يزل فعال إلى ما لا نهاية. لكن الأفراد المخلوقات هذه مسبوقة بعدم، حادثة مسبوقة بعدم. يعني الإنسان أنت قبل أن تخلق ماذا كنت؟ عدما في هذا الشيء. أوجدك الله عز وجل، هل أنت الذي أوجدت نفسك؟ لا، بل الله عز وجل أوجدك بعد أن كنت ماذا؟ معدوما في هذا الشيء. نوع الحوادث
نوعها متسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية، كما أن الحوادث المخلوقات متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية. لذلك الله عز وجل يخلق لأهل الجنة ويعطيهم من النعيم إلى ما لا نهاية، فالله عز وجل لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. وهذا لا يمنع أن يكون من هو ربنا جل وعلا هو الآخر، لا يمنع في ذلك. فكذلك تسلسلها في الماضي لا يمنع أن يكون ماذا هو الأول. طيب هنا صور ثلاثة، ثلاث صور ثلاث. الصورة الأولى الذين قالوا الحوادث متسلسلة، ما معنى التسلسل؟ قلنا الاستمرار. قالوا الحوادث متسلسلة في الماضي والمستقبل، وهذا قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة، قالوا أنها متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، وهذا هو الصواب الذي عليه الحق والأدلة. الصورة الثانية قالوا أنها ماذا؟ الحوادث متسلسلة في الماضي، قالوا الحوادث غير متسلسلة في الماضي، لا في الماضي ولا في المستقبل، غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الفلاسفة، هذا قول الفلاسفة. الصورة الثالثة قالوا الحوادث متسلسلة في المستقبل لا في الماضي، وهذا قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. والحق أن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، فالرب سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ولم يزل يفعل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية في ذلك. طيب هذه باختصار مسألة تسلسل الحوادث وانقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم أهل السنة والجماعة قال التسلسل في الماضي والمستقبل، وقسم الفلاسفة قالوا لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، وقسم أهل الكلام قالوا لا تسلسل في الماضي وإنما تسلسل في المستقبل. طيب اقرأ. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله ليس منذ خلق الخلق ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى. طيب المعنى أنه سبحانه وتعالى اسم الخالق واسم الباري، والباري الذي برأ الخلق وأحدثها، برأ البرية وأحدثها، والذي خلق الخلق هو لم يزل متصفا بصفاته. يعني لا يمكن نعطي اسم الخالق لأنه خلق السماوات والأرض، لا، هو لم يزل في الماضي بهذا الاسم يخلق إلى ما لا نهاية، ولم يزل له الأسماء الحسنى لأنه سبحانه وتعالى قادر على الفعل في أي وقت، ولأنه فعال قادر، خلاف لأهل البدع الذين قالوا إن الله كان معطل في الماضي، معطل، كان لا يتكلم، كان لا يفعل، ثم فترة وبدأ يفعل، بدأ يتكلم، وهذا وصف الله عز وجل ماذا؟ بالنقص، بوصف الله عز وجل بالنقص. طيب فالرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا
بصفاته وبأسمائه الحسنى. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. وما دام أنه فعال وقادر على ذلك الفعل في أي وقت فهو متصف بجميع الصفات. ولهذا سمى سبحانه وتعالى نفسه ماذا؟ بالبارئ، وسمى نفسه بالخالق. طيب البارئ قبل والخالق البارئ والخالق قبل وبعد. نعم. ثم قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مربوب. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، لأنه سبحانه وتعالى هو مربي عباده، وهو الحافظ لهم، وهو الذي يربيهم ويدبر أمرهم، وهو الخالق ولا مخلوق. لكن هذا يفهم منه أنه قد يميل المصنف رحمه الله إلى قول أهل الكلام الذين قالوا إن هناك فترة ليس فيها مخلوق، كما سبق أن الله عز وجل لم يزل فعالا. ولذلك في كلمات وعبارات في الطحاوية منه رحمة الله عليه تفهم هكذا وهكذا. ولذلك شرحت الطحاوية من قبل ماذا؟ الماتريدية في هذا الشيء. لا متوسقة. أكثر شراح العقيدة الطحاوية من الطائفة الماتريدية، لأنها ليست واضحة بعكس العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية، واضحة بعكس التدمرية، واضحة في هذا الشيء، بعكس العقائد التي صنفها أهل السنة والجماعة. لذلك هنا يفهم من كلامه أنه هناك فترة ليس فيها ماذا؟ مخلوق، كما سبق أن الله عز وجل لم يزل فعالا. هل هناك فترة؟ لا لا يوجد فترة، إلى ما لا نهاية في الماضي وفي المستقبل، يخلق في المستقبل ويخلق في الماضي إلى ما لا نهاية. لذلك طيب، لأنه ماذا؟ الله عز وجل فعال وقادر على الفعل، وعلى هذا فله معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخالق ولا مخلوق. نعم. ثم قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياه استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه معنى. نعم، هو سبحانه وتعالى محيي الموتى، يحيي ويميت، وكذلك الخالق بعد إنشائهم وبعد قبل خلقهم وإنشائهم، وهو من صفات ماذا؟ الفعلية، أنه يحيي ويميت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن أسمائه ماذا؟ الخالق، وذلك لأنه قادر على الفعل في أي وقت، فهو فعال سبحانه وتعالى في كل زمان لأنه قادر، والفعل له ممكن في أي وقت من الأوقات. لا نقول كما قالت ماذا؟ كما قال أهل الكلام أنه كان معطل في الماضي، لا يتكلم، لا يفعل، ثم نشأ الكلام ثم. طيب نعم. صلى عليه ثم قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل، وأنه لم يزل فعال، وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب، هذا نقص في ذلك. فهو على كل شيء قدير، وأراد بذلك الرد على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله على ما يشاء قدير، ما يقولون إن الله على كل شيء قدير، لا، إن الله على ما يشاء قدير، لأن هناك شيء لا يقدر عليه الله عز وجل عند المعتزلة، وهي أفعال العباد. يقولون على كل شيء يقدر عليه إلا أفعال العباد من خير وشر، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. قال الله عز وجل: والله خلقكم
الله خالق كل شيء. طيب، ولهذا قالوا إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره، أوجبوا على الله عز وجل بذلك. لم يقولوا ماذا؟ إن الله تفضل وتكرم بذلك. لماذا؟ لأنه قال لأنه هو الذي أوجده العبد. وقالوا أنه يجب على الله أن يعاقب المعاصي، قالوا يجب على الله أن يعاقبه. ولذلك هم اتفقوا مع الجل الخوارج في قضية الكبيرة، اتفقوا في الآخرة، اختلفوا في الدنيا في الحكم. الخوارج كما ذكرت كافر حلال الدم، المعتزلة ما ذكرت منزل بين المنزلتين، لكن في الآخرة كلهم قالوا ماذا؟ أنه خالد مخلد في النار. قالوا لا بد أن الله عز وجل يعاقب العاصي، لأنهم نظروا لآيات الوعيد دون الوعد، دون الوعد في ذلك، نظروا لهذه الآيات آيات الوعيد دون آيات الوعد. طيب، وقال رحمه الله وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير، نعم، وكل ماذا إليه فقير. الخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل، كل الخلق من الإنس والجن والدواب، كل شيخ فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو ماذا؟ الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه، ليس بذلك شاق على الله أن يهلك العباد. ماذا قال عن المسيح؟ قل فمن يملك إن أن يهلك المسيح ومن من الذي يملك؟ لا يستطيع أحد منه. ولذلك قال وهو الغني، والله الغني وأنتم، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وهو أهون عليه، أهون أي هين على الله عز وجل، لا يعجزه شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء بذلك، هين عليه، هين عليه. قال الله عز وجل إذا في لما كانت المحاورة بين مريم وبين جبريل في سورة مريم، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني ولم، ماذا قال؟ قال كذلك قال ربك، قال رب هو علي هين. نعم، وقال رحمه الله وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير، سبحانه وتعالى لا يعجز شيء بذلك، هين على الله عز وجل لا يعجز شيء بذلك. نعم، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج شيء إلى شيء من الأشياء. نعم، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو لا يحتاج شيء رب شيء إلى شيء ربنا جل وعلا من الأشياء، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا يحتاج شيء أحد، ليس كمثله شيء. وهذا رد ماذا على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات. طيب، وقال رحمه الله خلق الخلق بعلمه، نعم خلق الخلق بعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لأنه العليم في ذلك، إن الله بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. خلق ربنا جل وعلا الخلق بعلمه، فربنا جل وعلا يعلم ذلك ويعلم ما يفعله الخلق في حياتهم، وهذا رد على المعتزلة
الذين يقولون إنه لا يعلم الخلق إلا بعد خلقه، نعوذ بالله، وهذا من أبطل الباطل، لأن علم الله عز وجل شامل للماضي وللمستقبل، شامل حتى أن الله عز وجل ما كان في الماضي يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل الحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما الدلالة؟ قال الله عز وجل ولو ردوا، هل يستطيع أحد يرد للدنيا مرة ثانية؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علمه سبحانه وتعالى بحالهم لو ردوا، وهو يعلم ماذا؟ أنه لن يرد الإنسان إلى الحياة مرة ثانية، إنما يرد بعد ذلك إلى الحياة البرزخية ثم الحياة الأخروية، إما جنة وإما ومثل ذلك. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عن المنافقين ربنا جل وعلا، فعلم الله عز وجل شامل. ماذا قال؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القادرين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا فيكم ولأوضعوا خلالكم ماذا؟ يبغونكم ماذا؟ الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا من علمه سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم سبحانه وتعالى ما خرجوا، يعلم سبحانه وتعالى لو خرجوا ماذا يحصل لهم في ذلك. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي شرا، يعني شرا وفسادا وفتنة. لكن الله عز وجل لطيف بعباده. طيب كم باقي عن الحضرة؟ 5. طيب نتوقف هنا ونكمل في هذا الشيء إن شاء الله بعد الحضرة الثانية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الشرح يا إخوان بسط هذا الشرح من عدة كتب خاصة، شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، وهو شرح مبسط وجميل ورائع. اختصرت أكثر هذا الشرح وبسطت لكم بعبارته، وزدت عليه من كلام أهل العلم من الطحاوية ومن شرح الشيخ صالح وصالح آل الشيخ، وكذلك شرح الأسلمي، وكذلك شروح أهل العلم كالشيخ صالح سندي. فاختصرت ذلك وبسطته لكم، وإلا لو أردت الإطالة فارجع إلى شرح ابن أبي العز الحنفي. ولكن طالب العلم هنا إنما يأخذ ما قرره أهل السنة والجماعة، فإذا علمت ما قرره أهل السنة والجماعة فاعلم أن خلافه هو الباطل مباشرة. يعني الآن نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الباطل؟ الطعن فيه والسب بس، واضح؟ أنت تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتترضى عنهم وتجل الصحابة، إذا خلاف هذا هو الباطل. ما هو الباطل؟ الطعن فيهم، التنقص، سب الصحابة، واضح؟ لذلك نحن سنقرر في الطحاوية هذا الشيء، والوقت ضيق والشرح كثير وعبارات الطحاوية كثيرة، لكن هذا الأمر الذي علينا الآن، لابد أن ننتهي من هذا الشرح على الأقل.
في هذه الفترة الوجيزة وهي 5 أيام، فترة وجيزة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يطرح فيها البركة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب ما في شيء المفروض يكون الأولى افتراح قبل الدرس، لكن الشيخ أوصل مع الدرس. نعم. والاستراحة تكون في ساعة كاملة من الساعة 11 إلى الساعة 12. والمفروض المطلوب يكون توقفه في الساعة 12، لكن لا توقفته. ممكن بعد الساعة ستعود إلى الدرس. سأعود أنا؟ نعم. بعد ماذا؟ نعم. بعد الساعة؟ طيب ما الآن؟ بعد الساعة. نبدأ بعد كم متى الصلاة؟ صلاة؟ الصلاة متى؟ الصلاة هي ساعة واحدة. والآن الساعة كم؟ الساعة الثانية عشر و... لا لا طيب كم الساعة هي؟ نقود عندنا الحادث عشر إلى ربع. طيب يعني نكمل؟ بقى ربع. نعم ممكن توصلون حتى الساعة الحادث عشر. أيوه في ربع ساعة ثم نظر توقفون. طيب نجعل الربع ساعة للأسئلة. السلام عليكم. أن نقول أن المخلوقات والكلام أن هذه الأشياء أزلية. هو الآن مسألة التسلسل، مسألة التسلسل. أهل السنة والجماعة قالوا إن الله لم يزل فعال ولم يكن وقت لم يفعل، لم يزل فعال بلا نهاية، بلا نهاية. يعني ليس هذا أن بداية الفعل من خلق السماوات والأرض، لا. واضح؟ ليس بداية الفعل من خلق، ليس بداية الفعل من خلق المخلوقات، لا. بل إن الله يخلق في الأزل، في الماضي وفي المستقبل بلا نهاية. لكن هؤلاء قالوا إن الله كان معطل، لم يفعل. هؤلاء أهل البدع قالوا أنه معطل، لم يتكلم ولم يخلق، ثم نشأ له الخلق والكلام فتكلم وخلق. فالله عز وجل يخلق في الأزل، في المستقبل وفي في الماضي وفي المستقبل. في الماضي يخلق بلا نهاية بداية، بلا بداية في ذلك الله عز وجل. وفي المستقبل، في المستقبل بلا نهاية، فهو الأول وهو الآخر. واضح؟ لكن الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا إن الخلق مع الله عز وجل مقارب له، فهم قالوا بقدم ماذا؟ المخلوقات، بقدم المخلوقات. فهؤلاء أنكروا أن الله عز وجل هو الأول في هذا الشيء. لكن أهل السنة والجماعة قالوا أما نوع المخلوق، نوع المخلوق الآن، أنا كنت معدوم وخلقني الله عز وجل، لا، هل أن الله عز وجل بدأ الخلق هنا؟ لا، بل بدأ الخلق بما ليس له بداية خلقه. واضح؟ اتضحت؟ طيب، وهذه هي ما يتعلق بمسألة تسلسل الحوادث. أراد أهل الكلام نفي والعياذ بالله الصفات الاختيارية لله عز وجل وصفات الفعل لله عز وجل، أرادوا نفيها. فقالوا إن الله عز وجل معطل في بدايته، ثم نشأ له ماذا؟ الفعل، ثم نشأ له الكلام. أهل السنة قالوا لا، إن الله يخلق بلا بداية ويخلق بلا نهاية، وهو الأول والآخر. لذلك الآية واضحة، هو الأول. فسر عليه وسلم الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
السلام عليكم. هذا الفلاسفه الفلاسفه يقول بيقدم الله اسمه بقدم العالم. اهل الكلام قالوا ان الله قديم، احدثوا اسم القدم القدم القديم، فقالوا من اسماء الله عز وجل القديم. واضح؟ الاسماء والصفات توقيفيه. يعني كيف توقيفيه؟ لا استطيع ان اسمي الله عز وجل الا بما سمى نفسه في القران، لا استطيع ان اسمي الله عز وجل الا بما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان اسمي الله عز وجل انا بنفسي، ولا يمكن ان اصف الله عز وجل بصفه الا وهي في القران، ولا يمكن ان اصف الله عز وجل الا بما جاء في القران او السنه. لكن باب الاخبار باب واسع، وسياتي ذلك تفصيل عنه فيما قضيه الاسماء والصفات وباب الاخبار. باب الاخبار واسع، فقد اخبر عن الله عز وجل بالشيء والموجود، لكن الاخبار يشترط العلماء ان لا يكون سيئا. واضح؟ طيب. وذكرت ان غيرهم لا يثبتون له المكان. طيب هذا السؤال، ما هو الكلام او ما موقف احد السنه فيما يتعلق بالمكان لله تبارك وتعالى؟ هنا لفظ المكان يستفصل منه. لفظ المكان، لفظ الجهة، لا ينفى ولا يثبت. هنا يقول العلم الألفاظ المجملة يستفصل من ماذا؟ من السائل، تستفسر منه ما مرادك بالمكان. إن أردت المكان شيء يحويه الآن يحتحوين هذه الخيمة، فنقول لا، تعالى الله عن ذلك قول العلم، لأنه من أسمائه الكبير ولا يحيطون بشيء من علمه. لكن إن أردت بالمكان نفي العلو فنقول لا، إن الله مكان. الله عز وجل ذكر العلو في القرآن، وهذا الذي يريدونه. عندما ينفون المكان يريدون نفي العلو لله جل وعلا. واضح؟ فلفظ المكان، لفظ الجهة، لفظ هذه ما تستطيع تثبتها ولا تستطيع أن تنفيها، بل تستفسر من السائل ما مراده، فإذا استفسر تعرف تستطيع أن تجاوبه بذلك. نعم. السلام عليكم. ذكرتم أن صفات الله تعالى أسماء، صفات الغيب وصفات الفعل، وذكرتم أن صفات الفعل ما تتعلق بالمشيئة، لكن ما واضح الفرق بين هذين القسمين؟ هذه لا تنفك عن الله، الصفات الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، لا تنفك عن الله عز وجل. مثل العلم، مثل السمع، مثل البصر، مثل الحياة، مثل القدرة، هذا لا تنفك عن الله. الصفات الاختيارية، الصفات القسم الثاني، الصفات ماذا؟ الفعلية. الصفات الفعلية مثل تتعلق بالمشيئة، مثل الكلام، صفة ذاتية وصفة ماذا؟ فعلية. صفة ذاتية أنها لا تنفك عن الله عز وجل بذلك. صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء كيف شاء. ولذلك الله عز وجل سيكلم ماذا؟ المسيح يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. القول نوع من أنواع الكلام. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تفصيل ما يتعلق بهذا في دروس قادمة إن شاء الله. أحسن الله إليك. فالصلاة يقول الإلف عليه رحمة الله قديم بالاعتداء، هل من الممكن أن نقول أن الإمام الطاهر في الموت أراد به الإخبار عن الله ليس بأنه صلى الله قد؟ لا، هذا فعل أهل الكلام. اصلح هذا، أهل الكلام أدخلوا اسم القديم، أدخلوا اسم القديم من أسماء الله عز وجل. لذلك هم يقولون إن من أسماء الله جل وعلا القديم، ومن أسماء الله جل وعلا الدائم. لذلك هذا ما أدخله المتكلمون في هذا الشيء.
لكن قال أهل السنة والجماعة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات هو توقيفي، ما أستطيع أن أسمي الله بشيء لم يرد في القرآن، أو أسمي الله بشيء لم يرد في السنة، ولا أحد يستطيع لأنها توقيفية، أي تؤخذ من توقيفية معناها تؤخذ من القرآن والسنة، لكن باب الإخبار شيء آخر، يطلق على الله الإخبار ما لم ماذا يكون فيه شيء سيء أقول العلماء. نعم. شوف سؤالي هو لقى حق اختلاف بين بعض الإخوة، يريد أن يسأل هل إخوان المسلمين كفار أو مسلمون؟ خذ قاعدة، واجعلها نصب عينيك. التكفير حكم شرعي، لا يمكن أن أطلق التكفير على شخص أبدا إلا بشروط وموانع وستأتي الآن. قال الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا، فلا يلغى التكفير، لكن من الذي يكفر؟ أنا؟ أنت طالب العلم؟ لا، إنما الذي يكفر هو أهل العلم الذين بلغوا في العلم منزلة هذا الشطر، أو القاضي الذي يأتي بالشخص في القضاء. يقول علماء شرطان أساسيان بذلك، ما ليس لو أطلق التكفير على كل شخص يطلق لقال هذا كافر وهذا كافر وأصبحت الدنيا فوضى. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكفير، من قال لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما إن كان كما قال أو حارت عليه. ولذلك موانع التكفير أربعة يقولها العلم. المانع الأول الإكراه، قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المانع الثاني الجهل، لحديث الرجل، الذي قال في الصحيحين قال لبنيه لأولاده إن مت أنا فاحرقوني ثم ذروني، أي ألقوني في البحر في البر، فلئن قدر الله علي، ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله جل وعلا، طبعا فعلوا به، فأمر الله جل وعلا البر والبحر أن يجمع ما عنده سبحانه وتعالى، فتمثل الرجل فقاله ربنا جل وعلا ما حملك يا عبدي على ذلك؟ قال خشيتك، وفي رواية مخافتك، فغفر له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كفر الرجل من جهتين، من وجهين كفر، أولا أنكر قدرة الله، والثاني أنكر البعث، لكن لم يكفر لأنه كان جاهلا. هذا الشرط الثاني العلماء. الشرط الثالث الخطأ، الرجل الذي فقد دابته كما في الصحيح، فلما رجعت الدابة قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخطأ من شدة الفرح. لو قال الآن شخص الآن اللهم أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخطأ من شدة الفرح. لذلك قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن المانع الرابع التأويل،
التأويل. المانع الرابع، كما أول حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه في الصحيحين، حاطب بن أبي بلتع لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو الكعبة في السنة الثامنة، قال لأصحابه لا تخبروا أحدا، عموا الخبر. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أخذ ورقة وبدأ يكتب لكفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، وأرسلها مع امرأة ضعينة، فذهبت هذه الضعينة فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسلت الزبير والمقداد وعلي لهذه المرأة، قالت تجدونها في روضة خاخ، وروضة خاخ تبعد عن المدينة تقريبا 60 إلى 70 كيلو. فوجدوا المرأة فقال لها أخرجي الكتاب، قالت ما عندي كتاب، أخرجي الكتاب، قالت ما عندي كتاب، قال لا تخرجي الكتاب أو ننزع من الثياب. فلما علم، لأنهم لا يعلمون أن يسلم لا يكذب بذلك، فأخرجت الكتاب من عقاسة مش عليها فسلمته. فلما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا كافر، لذلك قال دائما يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك يا حاطب على فعل ذلك. حاطب رضي الله عنه يعلم أن هذا كفر، قال والله ما ارتدت عن الدين. الآن تأول، ولكن لي قرابة، لي أهل في مكة، فأردت أن أتألف كفار قريش بهذا الشيء حتى يحفظوا ذريتي. عمر يعرف أن هذا الفعل ماذا؟ كفر، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب من أهل بدر. هذه أربعة موانع لا يمكن أن تكفر جماعة الإخوان بهذا الشيء. ماذا تقول؟ تقول كفار؟ لا، تقول أهل بدعة. لا يختلف فيها ذلك أن أهل العلم، أهل العلم بأنهم أهل بدعة، لكن أن تكفرهم أعوذ بالله من ذلك. شخص من أهل الكلام، من جماعة الإخوان، من غيرهم أتى بكفر، لست أنت الذي تكفره. ولذلك العلماء ما كفروا الأعيان إلا قلة في ذلك بالزمن، كفروا الجهمية عموما، كفروا القدرية، لكن كشخص بعينه الإمام الشافعي كفر حفص الفرد لما ناقشه، ومن هو الإمام الشافعي؟ ناقشه فكفره بعد ذلك. هل نحن نأتي مثل الإمام الشافعي؟ لا. فانتبه. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله لما تكلم عن قضية التكفير قال فتركها بمعنى كلامه فعدل عنها كبار العلماء، يعني تركوا كبار العلماء يكفرون، ولا نعدل بالسلامة شيء، سنترك مثله. لأنك أنت لو قلت لهذا الشخص، قلت له يا كافر لنفر، هذا شخص أولا لا بد أن تكم عليه الحد الشرعي، ثانيا إن كان متزوج لا ماذا تنفصل زوجته عنه، إن مات لا يرث لا يورث لا يدفن من قبل سنين، عواقب أشياء كثيرة على من أطلق التكفير. ولذلك أهل السنة والجماعة من أحرص الناس على عدم إطلاق التكفير. لكن هل يلغى التكفير؟ لا يلغى التكفير، لأنه حكم شرعي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لكن من هو الذي المخول له بالتكفير؟ من هو؟ أهل العلم أو القاضي في مجلس القضاء. واضح؟ طبعا عندك إشكالية ولا لا؟ أنا شريحه. طيب.
أيوة. نرجع بس بعد الصلاة. هو الساعة الآن. طيب. أما قبل الصلاة تقول لك الدرس الآن. قبل الصلاة. طيب. طيب نستريح في غرفة. طيب. الحمد لله صلى الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا كل خير ونسأل الله لنا جميعا أن نستفيد من هذه الدروس العلمية المباركة إن شاء الله تعالى. والآن الاستراحة هو الاستراحة بإذن الله تستغرق ساعة كاملة. الاستراحة تستغرق ساعة كاملة من الساعة 11 حتى الساعة 12 إن شاء الله. الحمد لله شيخنا حفظه الله للواصلة هذا الدرس في ساعتين قبل الصلاة.